لمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور جمال سلامة، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس. دكتور، بعد مساء الخير. السيد الرئيس السيسي أكد أن المرحلة الحالية تتطلب حشد كافة جهود أبناء ليبيا المخلصين. كيف ترى دور مصر في تثبيت أركان الدولة الليبية واستعادة أمنها واستقرارها؟ منذ بداية الأزمة الليبية ومصر حريصة على وحدة الشعب الليبي ووحدة الأراضي الليبية، ولم يعني تتوانى في بذل كل ما يسعها لتدعيم هذا المبدأ، اعتبارا ليس فقط أن ليبيا دولة عربية أو دولة نوار، اعتبارا من فكرة شمولية الأمن القومي العربي. فبالتالي أنا أعتقد يعني في مجالات كثيرة تستطيع مصر بالفعل أن تدعم هذه الخطوات الجديدة التي يعني نأمل أن تتخذها وتخطوها ليبيا في ضوء وفاق جنيفا الذي عقد في الأسبوع الماضي وأفضى على تشكيل أو يعني حكومة مرتقب أن تعلن. نعم. في خلال أسبوع. دكتور جمال، دبيبة أكد أن بلاده تتطلع لإقامة شراكة شاملة مع مصر بهدف استنساخ نماذج ناجحة من تجربتها التنموية. برأيك ما هي دلالات ذلك وانعكاسه على استقرار الأوضاع في ليبيا؟ بالطبع يعني نحن يعني نربط قضايا التنمية أو النموذج المصري بفكرة التكامل التنمية مع الأمن. يعني لا، نحن لا نستطيع أن نتحدث عن تنمية دون أمن، أو والعكس صحيح، لا نستطيع أن نتحدث عن أمن دون تنمية. فبالتالي مصر في ظل ذلك يعني خطت تلك الخطوات بالتزامن، يعني معركة تثبيت الأمن أو تحقيق الأمن في المجتمع المصري، ويعني محاربة أو مكافحة الإرهاب، وأيضا معركة التنمية. أعتقد أيضا أن ليبيا تحتاج أن تخطو هذه الخطوة المتوازية، وبالتالي يعني تستطيع بالفعل أن تستلهم النموذج المصري، وتستطيع أيضا بالفعل أن تستعين بالخبرة المصرية في هذا المجال، سواء في مجال الأمن أو في مجال التنمية، خاصة أن مصر لديها إمكانيات كبيرة في هذا المجال، في هذين المجالين. نعم، كيف يمكن أن تسهم مصر عبر دعم المؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب وإنجاح المرحلة الانتقالية الحالية بليبيا؟ بداية علينا أن نتحدث عن توحيد المؤسسات، سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية. ما زال هناك يعني ازدواجية في المؤسسات في ليبيا، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى العسكري. هناك طبقا للاتفاق ما تم التوافق عليه بموجب هذا الاتفاق وهذه وما أفضى إليه من خطوات في جنيف، كان هناك حديث عن توحيد المؤسسة العسكرية و إخراج المرتزقة والإرهابيين من ليبيا، وأيضا حديث عن توحيد المؤسسات الاقتصادية. نأمل بالفعل أن يعني تكون هناك إرادة ليبية من جميع الأطراف لإنجاح هذا، يعني هذه هي الفرصة السانحة للشعب الليبي. أعتقد أن الشعب الليبي يعني يطوق إلى مثل هذه، وبالتالي الشعب الليبي لديه مفضلات كبيرة جدا، يستطيع بالفعل أن يستفيق من هذه الحالة المضطربة سريعا. شكرا جزيلا لك دكتور جمال سلامة، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، كنت معنا هاتفيا. شكرا جزيلا لك.